نعم يا سمر، نعم احنا يا رعد، معكم من قرية ضانة القديمة بمحافظة الطفيلة. تفضل تفضل يا رعد، الله يسعدك ويسعد الطفيلة. بدنا نشوف شو محضر لنا بهاللينك ونعرف المشاهدين عليه، وبعدها ان شاء الله بنرجع لبرنامجنا. تفضل رعد. ان شاء الله. شكرا سمر، بدي اصب على كل مشاهدينا الكرام اينما كانوا من داخل وخارج حدود مملكتنا الأردنية الهاشمية، واهلا وسهلا بكم بقافلة برنامج يوم جديد. ما زلنا مستمرين معكم اليوم يوم الخميس، نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم دائما بكل حب وبكل خير. طبعا احنا معكم من محمية ضانة القديمة. طبعا اليوم بدي أرحب وأصبح على أخواننا من لبنان، أهلا وسهلا بكم. معنا المهندس أمين الطاهر صاحب مكتب سياح متخصص في ألمانيا، وأيضا المهندس جان هابر المدير التنفيذي للتطوير الدولي للمشاريع السياحية والفندقية. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. مهندس، بالبداية لو تحكي لنا عن سبب الزيارة للأردن وتحديدا منطقة ضانة. احنا في المكتب في المانيا دائما بنبحث على مناطق مميزه، فاحنا هلا هنا مع مجموعه من الاصحاب والزبائن، عباره عن زياره سياحيه تشمل السياحه طبعا بشكل رئيسي، لكن بنفس الوقت نتطلع ونبحث عن مناطق مميزه في 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 المملكه الاردنيه. في استفاده تكون من هاي المناطق في الاردن، انه ممكن المشاريع يطبقوها خارج الاردن. بالنسبة للمهندس جون طبعا هو يتكلم عن هذا الموضوع، تحدث معك المهندس جون. احنا بالنسبة لنا هو عبارة عن موضوع اللي بيسموه السياحة المغامرات او الايكو توريزم، سياحة جدا كبيرة ومنتشرة في الغرب، والمناطق اللي بالاردن اذا هي كانت ضانة، وضانة لها موقع خاص في 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 قلبنا عند الالمان، نجدها محل مثير جدا تشمل. يعني مهندس، كونك انت صاحب شركة سياحة في المانيا، بتشجع السياح اللي بيجوك على المكتب بزيارة الاردن ومحمية ضانة او الطفيلة بشكل عام؟ 100% 100%. ضانة وكل الجنوب الاردني تعطي اشياء غير موجوده في اي محل ثاني بالعالم. ايش النكهه اللي شفتها بالجنوب؟ النكهه اثاره، حسن ضيافه، مناطق مميزه، طبيعه، عدم الاكتساث برضه السياحي، هذا شيء جدا لطيف بالنسبه للسواح الالمان او السويسريين، المناطق اللي احنا جبنا من منتصف اوروبا. نروح للمهندس جان. صباح الخير. اول صباح النور، اهلا، يعطيك العافيه. صباح الخير. يعني مهندس، بدنا تحكي لنا بالبدايه عن طبيعه الزياره للاردن ومحمية ضانة تحديدا. شكرا. اول شيء صباح الخير. الأردن عزيزة جدا علينا، وهيدي مش أول مرة أنا بجي على الأردن على مستوى زيارات شخصية عائلية ولا على مستوى زيارات بروفيشنال وتجارية. على مستوى الزيارات العائلية ترددنا عدة مرات، أنا هيدي أول مرة بجي على قرية ضانة، وبالفعل شيء مميز، والأصحاب اللي إجوا من قبل حسوا وخبرونا عن التطور اللي عم بيصير بالمدينة من سنة لسنة، والله يعطيكم الصحة ويعطيكم العافية ويقويكم لتوصلوا. مهندس، يعني أنت بزيارتك لضانة لاحظت أنه في شيء مميز وأفكار فريدة ممكن تطبق خارج الأردن أو ممكن تأخذوها من الأردن؟ بالحقيقة في بعض الأفكار أكيد موجودة. بالنسبة لهالموضوع التطويري، عادة الشركات بتدور على مواقع لتنفذ فيها فكرة عندها، وهلأ الترند اللي ماشي هو الترند الإيكولوجيكال على كل المستويات. نعم. على مستوى تصرفات الإنسان اليومية، على مستوى البيئة، على مستوى عيشته ليكمل استمرارية واستدامة، وعادة بيجربوا يخلقوا جو مثل الجو الموجود هون. عم نشوف بأغلب الدول اللي أنا زرتها بهالخصوص هيدا على مستوى الاستكشاف للأكيد للمشاريع اللي نحن بنسويها، بيجربوا يخلقوا جو يلي أنتم موجود عندكم هون بضانة. فإذا الجو موجود والإنسان موجود، الإنسان يلي هو مميز، الشعب الأردني الصديق والحبيب بحسن الضيافة والأفكار الخلاقة اللي عنده، ليقدر يطور اللي الأرث العالمي اللي موجود عنده مش موجود بأي محل تاني بالعالم.
بقى اكيد موقع مميز، وان شاء الله رح ارجع بافكار حلوه وافكار تطويريه نقدر نستفيد منها ونخلي العالم ننقل النوعه. وعلى طول نحن المشاريع اللي بنسويها بنقول المقتبسات من وين اخذناها ومنوثقها. اكيد يعني بلدكم الثانيه الاردن، واهلا وسهلا فيكم يعني مش بس بالطفيله ولا بضانه، بكافه مناطق الاردن ومحافظات المملكه الاردنيه الهاشميه. ايش اللي شفته مميز في مناطق الجنوب ومنطقه ضانه تحديدا، خصوصا بالطبيعه اللي بجوز كانت خلابه جدا؟ اكيد زرت مناطق في ضانه. زرنا مناطق في ضانة على الطريق، الجبال بالفعل الجبال بتخليك عندك عنصر المفاجأة اللي ما ممكن تتصور انه في وهالواحات الصغيرة الموجودة ممكن تكون مستمرة او بعدها موجودة بمنطقة جبلية صعبة مناخها هالايام. مثل ما بتعرفوا مثل ما شايفين الحرارة ما شاء الله عالية حلوة، ما بدنا نقول عالية، في دول اعلى منها بكثير، بس الحرارة حلوة. الناس وخاصة الأجانب اللي بيجوا من أوروبا بيدوروا على الميزة هيدي اللي موجودة هون. فإذا الطاقة اللي موجودة بتعطيك طاقة إيجابية، بأول إحساس بتحس حالك شوي صعبة عليك جسديا، بس بعدين تتعود عليها وبتطلع. حكتوا لي إنكم تطلعوا على البتراء من هون. نحن نطلع بالليتل بتراء ونعمل لنا اليوم مسار من الليتل بتراء إلى البتراء، وندخل إلى البتراء من الخلف. هو ماشي على أقدام يعني رح يكون الجزء الأول جيبس وأقدام عشان نختصر شوية المسافة بالجو شوية الرطيف. إحنا أخرناكم شوي بس لا لا بالعكس، شايفين تواجدكم معنا بس وكثير جدا متحمسين لهذا المشوار. يعني في قليل جدا من الناس اللي بيطلعوا من ليتل بتراء للبتراء من الخلف، ويدخلوا البتراء من الدير وندخل البتراء بالاتجاه المعاكس للمشي الطبيعي لباقي السائحين. كنا نمشي او سير بطريقه عكسيه. بطريقه عكسيه لانه جزء منا كبير كان في البتراء بالسابق، فكنا بدنا نقدم شيء جديد مميز لنفس موقع، بس شيء مميز وجديد. وكلنا متحمسين، احنا مجموعه من 20 شخص من كندا، من المانيا، من الاردن، من فرنسا، من لبنان. كلنا مجموعة 20 شخص من أطفال لأكبار لصغار، جدا متحمسين. يعني احنا الأسبوع الماضي صراحة كنا بالبتراء، يعني انتقل يعني أسبوع كامل كنا متواجدين الأسبوع الماضي بالبتراء، ونقلنا مواقع جدا رائع في البتراء يعني، وإحنا معكم متحمسين يعني، ومشاهدين الكرام أكيد متحمسين. كلمة منكم لمشاهدين الكرام ورسالة لأي شخص قاعد يشوفنا الآن لزيارة محمية ضانة وأيضا المواقع السياحية داخل الأردن، وأنت مهندس صاحب شركة سياحية في ألمانيا وتشجع السياحة الخارجية إلى الأردن وبلدنا بلدنا والمواقع الموجودة داخل الأردن. إذا بتسمح لي أكون صريح جدا، هذا سؤال ذو حدين. نعم. لأنه إذا إحنا بنحكي كثير عن ضانة وبتصير ضانة منتشرة بشكل واسع تخسر جزء من خصوصيتها. لكن كنصيحة، أي حدا بيجي على الأردن إذا ما بيزوروا منطقة ضانة هما بالفعل يفقدوا جزء كبير من الزيارة. لكن أنا برضو بتفهم لكثير من الناس ما عندهم بيكون الوقت، لكن ضانة definitely أي شخص إحنا من طريق المكتب تبعنا أجا إلى ضانة كانت بالنسبة لهم the highlight في الأردن، أكثر highlight من وادي رام، أكثر من البتراء، اكثر من الشمال الازرق وكل هاي الكلام، لانها مثل ما حكى المهندس هابر إتز مفاجاه. انت تدخل بمنطقه وتفاجأ بوجود هذه الواحه الصغيره اللي 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 بتعطيك كل شيء انت بترغبه في السياحه. نعم. هدوء، طبيعه، مغامره، ضيافه، ناس كويسين الى اخره الى اخره. مهندس كلنا منك الان واهلا وسهلا ببلدك الثاني الاردن. تسلام. رساله منك لكل مشاهدينا الكرام الان قاعدين يشوفونا. رساله بسيطه، بلد حلو، شعب طيب، واصل الاردن واصل. يعني مشاهدينا الكرام انا بدي اشكر تواجدكم معنا ويعطيكم العافيه، وجزء اخرناكم شوي ولكن يعني بشرفنا انكم تكونوا موجودين معنا اليوم، وهي الصوره الرائعه عن بلدنا الاردن وتحديدا عن منطقه الجنوب. شكرا لكم ويعطيكم العافيه. شكرا يعطيك. شكرا يعطيك العافيه. يعني مشاهدينا الكرام احنا سمعنا، ما راح اعلق كثيرا، ولكن
الكلام يعني خير الكلام ما قل ودل. دائما هاي الرؤى ودائما هذا يعني الرأي الآخر لخارج خارج البلاد والسياح الداخليين والخارجيين بيضانا والأردن بشكل كامل، والسياحة الخارجية دائما ممتازة زي ما حكينا، السياحة هي رأس مال المواطن الأردني ورأس مال الشعب الأردني ورأس مال جلالة سيدنا القادة على الملك عبد الله الثاني بن حسين. مشاهدينا الكرام، من ضانا القديم ومن قريب ضانا القديم راح أكون معكم في موقع آخر بعد قليل، انتظرون. والآن راح أرجع لزملائي في استوديو برنامج يوم جديد لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد. شكرا لك رعد ولضيوفك الكرام، ويعطيكم ألف عافية أنت والزملاء في قافلة برنامج يوم جديد على هاي الإضاءات الرائعة. طبعا مثل ما ذكرت سيدي صاحب الجلالة هو أكثر مشجع للسياحة، وهذا كان واضح من خلال الفيلم اللي لسه بنذكره اللي تم تصويره في البتراء، وكان من أروع الأفلام وكان من أروع ما أنتج للترويج للسياحة. شكرا لك رعد.